سي عماد، احنا صفحة كرة تونسي سمعنا اللي ثم عدد كبير معناها من شباب الثورة دخل في اضراب جوع عنده توائمات، تحبوا نعرفوا شنو هي اسباب الاضراب وشنو هي المطالب نتاعكم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم. اولا كما لاحظتوا يعني المجموعة تاع الاولاد اللي قاعدين برا وخيانة هذوما وعديد من شباب الثورة، يعني حتى من كافة أنحاء الجمهورية، ثم عندنا قيام من حي تضامن من الجبل الأحمر، اتصلوا بنا لقيام من صفاقس، قيام مقروال، من سيدي أبو زيد، وكلهم تضامنوا ودخلوا معنا، ثم شكون فيهم دخل معنا في إضراب جوع. علاش؟ لأنه فعلا بدأ ينفض صبرنا، يعني الثورة حسيناها بدأت اشتفلت من يد الثوار، حسينا اللي أزلام النظام او الثوره المضاده بدات تطغى في البلاد هذيا وبدات تاخذ في الثقه بتاعها وبدات ترجع اقوى مما كانت وتصطاد في الثوره هذيا وتحاول باش تبيدها وتعتمدها. دخلنا في اضراب جوع لمطلبين اساسيين، المطلب الاولاني هو الاخوه السلفيين المذنبين على الطعام في السجون، ونطالبوا لهنا بابقائهم في حال صراح بالنسبه للمشتبه بهم في احداث السفاره والعبدالله والى اخره. والحمد لله لحد الان يعني تم الافراج على 52 اخ، ونتمنى يعني الافراج على بقيه المشتبه بهم في الاحداث هذه. وبالنسبه للمتهمين فعلا في الاحداث نطالبوا بتجريع الاجراءات، تسريع الاجراءات القضائيه باش تم محاكمه تاعهم والقضاء ان شاء الله يكون ان شاء الله ينصفوا ان شاء الله يكونوا معنا ان شاء الله للبرة. هنا في الكرم قداش من واحد مضرب على الطاوله؟ احنا ما عندناش مشكل جهه كرم وصوصه وسيدي بوزير، احنا نحن قضيه بتاع بلاد بتاع ثوره، يعني بتاع مستضعفين في الوطن هذا بعد الثوره. في الكرم عندنا اربعه وقيان من في احداث العبدالله، ولكن احنا المطلب تاعنا مش الوقيان تاع الكرم فقط، ما سميناش حتى اسماء بتاع الكرم، بل بصفه عامه التيار السلفي المستضعف اللي اصبح مستضعف واصبح هو يعني الكبش الفداء للسياسيين اليوم، يعني سواء المعارضه او الحكومه اصبح الكبش الفداء هو المستضعفين السلفيين. لن نتركهم بطبيعه الحال لانهم هم الشعب التونسي، ونحن نطمح بعد الثوره الى دوله يتساوى فيها كل التونسيين مهما تكون ومهما تكون الاختلافات بتاع الانتماءات بتاعهم. اللي دخلوا في اضراب من الكرم قداش من واحد انتم؟ 21 واحد اللي دخلوا، والعدد هذا قاعد يزيد يعني كل يوم اي قاعد يزيد، اما نهار الاولاد نحكي نهار الاولاد 21، ولكن قاعد يزيد العدد هذا كل يوم، قاعدين الخيان يتعاطوا يدخلوا معنا في اضراب، وحتى كما قلت لك يعني مختلف الجهات الاخرى من الجمهوريه بالهاتف ولا عن طريق فيسبوك يتصلوا بنا، راهو احنا معاكم اليوم دخلنا في اضراب الى اخره. وسمعنا اللي فما جرحى الثوره زاد معاكم وتضامنوا معاكم وعائلات شهداء جرحى الثوره لحد الان ثم 14 فيهم زوز لنا احمد العيال وعبد السلام الترال، هما كجرحى الثوره حسوا الجرحى هذوما اللي المهمه نتاعهم ما انتهتش يوم 13 جوفي عندما تم اطلاق الرصاص عليهم، بل الثوره هذه لازم يكملوها، بداوها لازم يكملوا الثوره نتاعهم وقت للشعب هذا يسترد، وقت اللي يفك العزه بتاعه والكرامه بتاعه، وقتها ان شاء الله تكون انتهت الثوره. دونك هذا مازال ما تحققش، ومازال في تونس تم تمييز، ومازالت العصابة الفساد ومازالت المجرمين وهم احرار وطلقاء وازلم النظام يخرجوا من السجون، فالجرحى الثوره حتى هم مطالبين باش يكونوا معانا باش نكملوا المسار هذا ان شاء الله. سي عماد احنا هنا ما حضورنا الا معناها بعد ما حبينا نوصلوا معناها تضامن الصفحات الثوريه معناها معاكم، وان شاء الله بقدره ربي نساندوكم، خاطر نحسوا انه المطلب هذا مش مطلب منطقه الكرم ولا مطلب الوليدات الموجودين هنا، مطلب التوانسه الكل، انه نحبوا تونس الكل، الكلنا نتساواو قدام القانون ونحققوا اهداف الثوره اللي ولينا نحسوا انها بدات الاهداف نتاعها قاعده تضيع وتتهمش في ظل صراع سياسي او صراع على مناصب او التحالفات الحزبيه الاخرانيه. شنو هي رسالتك الاخرانيه اللي تحب توصلها عن طريق صفحه كره تونيزي للصفحات الفيسبوك وللوليدات اللي باش يسمعونا تو؟ الرساله لمحاله كان مش موجهه للادمنيه ولا صفحات الفيسبوك ولا الثوار حتى ما مش على الفيسبوك، ثم رساله واضحه ويعرفوها الناس الكل. حانت اللحظه وحان اليوم ان نتحد جميعا.
حالة اللحظة أن نرجع إلى 12 و 13 و 14 جانفي، من 17 ل 14 جانفي الناس كل كنا يد واحدة، لا سياسة ولا أحزاب ولا انتماءات ولا الشيء هذا اللي قسمنا. اليوم أي صفحة مهما يكون التوجه متاعها عندنا نشترك الكل في ميدة واحدة، لهي ميدة التصدي لزلم النظام وخاصة للعصابات اللي يقودها ويترأسها كمال الطيف. الناس الكل اليوم يلزمنا نكونوا يد واحدة، يلزمنا نتحدوا على هدف واحد، وبحول الله راهو بن علي قدرنا عليه، قادرين على الازلام نتاعو، قادرين على الاقزام نتاع بن علي، ما عجزناش بن علي وقدرنا باش نطيروه ونهربوه ويتفجع منا. كيف كيف راهو هذوما كان نرجعوا يد واحده بحول الله، وان شاء الله سننتصر وسنحقق اهداف الثوره، رغم انف السياسيين، رغم انف الاحزاب، رغم انف الضغوطات الخارجيه، رغم انف الجميع حكومه ومعارضه واحزاب. اذا اتحدنا فنحن المسؤولون الأولين والرئيسيين في تحقيق أهداف الثورة، وسننجح إن شاء الله شريطة الاتحاد والوحدة فيما بيننا. نشكرك وربي معك. الله يبارك.